أفرولاند بتخطط عشانك وعملت لك فدان العيلة. أيوة أنت مش قليل، إحنا منك وعلينا ميل. عروضنا غير أي حد وأكتر ما أنت متخيل. اضمن وظيفة ابنك في ملكه ولم شمل العيلة في فدان العيلة بأقل سعر وأقل مقدم وأطول فترة سداد. مقدم 35,000 وقسط شهري 500 جنيه على 100 شهر. أفرولاند في جميع أنحاء مصر، ولما تختار يبقى اختار الأصل. على كتافي تخافي ازاي وانا موجود، هنفرش كل شبر ورود، على كتافي هنزرع بكرة بالأحلام. الأرض مسجلة بضمان أفرولاند لإدارة المشروعات. تعال نبني عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر هيحلى وهيهون. يا رب بفضلك قدرنا وعلى كل العقبات دي نصرنا، والصحرا الصفرا تخضرا وساعدنا بإيدنا نطورا. بسم الله على الله توكل، مشاهدينا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج من سيزرع المليون. الحقيقه النهارده معانا حلقه دسمه وفيها الكثير من الموضوعات المهمه. النهارده معانا موضوع مهم جدا، يعني له علاقه بعصب البرنامج، وهو مشروع المليون، نصف مليون فدان، وخاصه منطقه المغرب. الحقيقه قبل ما نبدا حلقتنا عن المشروع واللي فيه الحقيقة شغل كتير وفيه أيضا طلبات كتير من المتابعين، معانا موضوع مهم جدا بالنسبة لكافة مربين الثروة الداجنة في مصر، وهو يتعلق بقرار اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء خاصة بمنح موافقات استيراد الدواجن بوقف استيراد أي دواجن أو مجزئات دواجن خلال الفترة اللي جاية. هي هذا القرار صدر لدعم الصناعة المحلية ودعم المنتج المحلي، وده كان في اجتماع اللجنة الوزارية اللي فيها المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتج الدواجن، وكمان ممثلين وزارة الزراعة والتموين وكافة أجهزة المعنية. احنا معانا الدكتور ثروت الزيني عضو مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن. دكتور ثروت اهلا اهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك فندم. كنا حابين يا فندم بس نعرف تفاصيل هذا القرار اللي صدر من اللجنة الوزارية المشكلة اللي هي 222 بوقف استيراد الدواجن ومجزئاتها من الخارج. ما الهدف من هذا القرار في هذا الوقت؟ أهلا وسهلا. كلنا عارفين أن إنتاج الدواجن وصل للاكتفاء الذاتي. عندنا النهارده اكثر من 4 مليون دجاجه يوميا، واكثر من 40 مليون بيضه مائده.
الاحياء الانتاج متنامي ومتزايد، لكن في مشكله عندنا ان المربين ليهم اكثر من 6 شهور بخسائر مستمره. والسبب ان طبعا كان في كميات مستورده سببت اغلاق شديد جدا في الاسواق، واصبح ان الدوله اللي بتشجع الانتاج المحلي وبتشجع المنتج في صناعه كثيفه العماله اصبح ان دعمنا للمستورد وللمنتج المستورد كلام كويس جدا. اللجنه دي مشكله من اكثر من سنتين، لكن للاسف كميات المجمد موجوده في السوق بصوره مستمره ومتزايده وسببت اغراق واضح للمنتج. المنتج النهارده عايز يشعر بالامان، عايز يشعر النهارده ان فعلا الموضوع مش كلام وقرارات، لكن عايز يحس على ارض الواقع ان فعلا القرارات دي فعاله وفعلا ما فيش استيراد. لكن عشان نقول قرار يهدي المربين هيبقى الموضوع صعب شويه. لازم يكون قبل القرار لازم يكون في جديه في تنفيذ القرار ووقف الاستيراد. احنا كمنتجين شايفين ان لا معنى ولا منطق ولا مجال ولا مكان ولا مبرر للاستيراد باي شكل من اشكاله. حقيقي انتاج محلي يكفي، صناعاتنا الوطنيه تكفي، في تنامي مستمر. النهارده انتاجنا الوطني موجود بين ايدينا. الخوف، كل الخوف النهارده ان الاستيراد والاستيراد بدون غطاء جمركي يؤثر تاثير سلبي اذا استمر اكثر من كده على المربي. النهارده القرار طلع وطلع قبل كده اكثر من مره لو تفتكر، لكن المهم التنفيذ. ما هو في اعتقد يا دكتور ان في نفس هذا القرار صدر في فترات سابقه وكان في برضه موافقات استيراديه حوالي من 5 أو 6 شهور. فهل هذا القرار جاد فعليا في انه يوقف اي عمليات استيراد او موافقات استيراديه بعد كده؟ زي ما سعادتك قلت ان فعلا كان القرار ده مش اول مره، ده كل ما يحصل النهارده خسائر عند المربين، وكل ما يحصل النهارده نزيف واستهداف للثروه الداجنه الوطنيه يطلع قرار زي كده. لكن المهم انه ينفذ، يدخل حي التنفيذ، يكون في جديه، يكون في اراده لوقف الاستيراد. طب دكتور، يعني دكتور، بالاضافه للاستيراد في مشكله تانية بالنسبه للمربين وهي تحديد الاسعار التنفيذ. يعني في مشكله في بورصه الدواجن، هل في الاتحاد الدواجن في تشكيلته الجديده بمجلس الاداره الجديد خلال الفتره اللي جايه هيكون في عمل على احياء بورصه الدواجن الخاصه في الاليوبيه او عمل اليه جديده لتحديد الاسعار؟ حضرتك عشان بس نتكلم بمنطقيه، الدواجن لا تدعم باي شكل من الاشكال. الدواجن للعرض والطلب، ساعات بتلاقي الدواجن بتوصل 26 27 جنيه وساعات بتنزل 18 جنيه و17 جنيه و16 جنيه، بيحكمها النهارده القوة الشرائية. لكن التفكير العملي النهارده هو اعطاء قيمة مضافة للدواجن، سواء بالذبح وانها تباع مبردة او مجمدة. لكن البيع الحالي بيأثر تأثير سلبي جدا ومفيش اي قيمة مضافة للدواجن، فبيخلي في تذبذب في الاسعار في الطلوع وفي الصعود. هل في اتجاه الفتره الجايه يعني لتفعيل قانون حظر تداول الدواجن الحيه؟ والله ده الحكومه اللي تجاوب على السؤال ده. احنا شايفين دول العالم كلها، كل الدول اللي حوالينا، مش عايز اذكر اسماء، حتى السودان، الاردن، كل الدول النهارده مفيش حاجه اسمها تداول حي حفاظا على الوضع الوبائي، حفاظا على الشكل الحضاري، حفاظا على الشكل الصحي، لخفض حلقات التداول ما بين باب المزرعه والمنتج. النهارده ساعات المواطن بيخسر، لكن للاسف ما بيحسش النهارده المستهلك ان الفراخ رخيصه عشان في حلقات تداول كبيره. لكن النهارده لو في النهارده تداول مورد ومجمد هتقل حلقات التداول، يبقى حتى لما بترخص الفراخ بترخص لصالح المستهلك. لكن من وجهه نظر انا حابب أنا اللي حضرتك وجهة نظر المربين، محتاجين آليات لتنفيذ هذا القانون. هم ما عندهمش مشكلة، لكن فين المجازر الآلية؟ فين التفاصيل دي كلها؟ هم محتاجين آليات لتنفيذ هذا القانون. للأسف احنا
عندنا طاقه ذبح النهارده تجاوزت 2.5 مليون فرخه يوميا. في 2006 لما دخل الفاز الدول الدوله شجعت على الاستثمار في المجازر. عندنا طاقه ذبح النهارده بس مش شغاله ب 10 أو 15% من طاقتها للاسف. عندنا طاقات ذبح ضخمه جدا وللاسف معطله. بشكر حضرتك، بشكر حضرتك جدا دكتور ثروت الزيني، شكرا جزيلا حضرتك عضو مجلس اداره اتحاد منتجي الدواجن، شكرا جزيلا ليك. هي من الموضوعات المهمه قطاع الدواجن ده من اهم القطاعات في مصر واللي مصر الحقيقه محققه فيه اكتفاء ذاتي، وحابين نحافظ على صغار المربين اللي بيمثلوا نسبه كبيره جدا من هذه الصناعه. معنا كمان موضوع تاني، شركه انوره الهدى للاستثمار الزراعي برئاسة الأستاذ حاتم الكومي رئيس مجلس الإدارة، شاركت في معرض جولف أو جولف فودز جولف فود، والحقيقة يعني هذا المعرض من أكبر المعارض في الإمارات، وشركة النور الهدى شاركت في هذا المعرض لمعرفة التفاصيل الجديدة في عالم الأغذية والمشروبات و عالم الزراعة بصورة عامة. معنا الأستاذ حاتم الكومي من الإمارات. أستاذ حاتم أهلا بك شعبان. أهلا أهلا بحضرتك يا فندم. عاوزين نعرف بس من حضرتك تفاصيل زيارتكم للمعرض وما يوجد في المعرض من أمور جديدة ومنتجات جديدة محتاجين ننقلها هنا لمصر. هو طبعا بعد انتهاء الحظر بتاع الكورونا والسنه اللي فاتت اللي الكورونا تأثرنا فيها، وخصوصا في مجال المعارض تأثرنا وتحرمنا من موضوع حضور المعارض، فكان لازم نتواجد في معرض جولف فود في دبي كبدايه عشان نشوف ايه اللي حصل في السنه اللي فاتت وايه الجديد الفتره الجايه اللي ممكن نعمل تعاون بيننا وبين شركات سواء كان مستوردين او مصدرين. وان شاء الله يعني مع انتشار اللقاح يبقى برضه في الفتره الجايه في تواجد لينا في معارض كتيره، واهمها طبعا معرض ميونخ في المانيا. ودي خطتنا للفتره الجايه علشان نشوف ايه اللي ممكن نتعامل مع حاجه غاليه عالميه سواء استيراد الاعشاب ومواد العطاره او تصدير السبورينا والاعشاب والفواكه والخضار من مصر. ايه الجديد يا فندم في المعرض وايه فرص يعني نشر المنتجات الخاصه بطحالب السبايرولينا او المنتجات اللي بتنتجوها في اطار اونلاين واورجانو في من خلال هذا المعرض؟ لا، هو الجديد في المعرض ان في شركات كتيره برضه من الصناعات الغذائيه سواء الشركات الكبيره اللي بتملك المكرونات او اللي بتاكل العسل، كان في تجاوب منهم بشكل كبير انهم يدخلوا الاسبورينا في منتجاتهم. فحصل تفاعل معاهم وان شاء الله الفتره الجايه هنفعل التعاون ده. ان شاء الله استاذ حاتم شكرا جزيلا لحضرتك، وان شاء الله زياره موفقه الى دوله الامارات الشقيقه، شكرا جزيلا لكم. احنا نرجع لكم تاني في موضوعنا المهم، موضوع الحلقة الرئيسي وهو مشروع المليون ونص مليون فدان خاصة منطقة المغرى. احنا نرحب بضيوفنا، معنا المستشار هشام العسوي وهو احد المتفعين في المغرى وتقريبا هو المتحدث باسم المتفعين في منطقة المغرى. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. كمان معنا الاستاذ خالد الملاح، المهندس خالد الملاح وهو احد المتفعين في منطقة المغرى. اهلا بحضرتك. أهلا. نبدأ بالمستشار هشام العسوي، عاوزين نعرف من حضرتك يعني في هاشتاج انتشر خلال الفترة الماضية وهي فحواء انه عاوزين نوصل المية العذبة الى منطقة المغرب، عاوزين نعرف ايه الدافع وراء هذا الهاشتاج واحنا وصلنا لايه، هل ليه تأثير واهدافه؟ الهاشتاج هو مياه عذبة للمغرى يا ريس. احنا بنناشد الرئيس انه بيوصل المية حاليا شرق منطقة المغرى المية الحلوة عن طريق محطة الحمام المزمع انشائها لتحلية مياه الصرف الزراعي وضخها لزراعة ما يقرب من 500,000 فدان او 600,000 فدان. احنا بنقول منطقة الحمام، منطقة الحمام احنا بنعتبر منطقة جنوب الحمام اللي هو المنطقة من نهاية مستقبل مصر لحد المغرى. دي المنطقة اللي هم عايزين يدخلوا لها المية الحلوة. تمام. احنا يا ريس
اتصرف على الطرق ملايين بل مليارات. احنا دفعنا 10% و15% من ثمن ارضنا. احنا حفرنا ابيار البير ممكن نوصل لتكلفة اكتر من 500,000 جنيه. احنا بنينا بيوت يا ريس، وبنينا استعدادات للانتاج الزراعي. احنا يا ريس من البداية اتعمل كراسة شروط خلت، بقول اهو خلت، من اني فيه مية مالحة او تربة مالحة. الكراسة بتقول انا ببيع ارض مستصلحة وميتها صالحة للزراعة. دخلنا كلنا وجرينا واشترينا والاخر، ثم اكتشفنا ان المية هناك من 3000 ل 11000 لا تصلح لزراعة اي محاصيل. جزء في المليون. سيادة الرئيس وهو بيشوف المشروع ده وقاعد، وجه كلامه للواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية. قال له الملوحة، قال له الملوحة 2000، قال له لا ده كتير. أصل وزير الري عايزين منه 1,000,000 متر مكعب، قال له الوزير رفض لأن المية على القد. ثم فوجئنا بأنه هو في بعد كده ترعة هتتشق بطول 120 أو 130 كيلو متر هتمر قبلينا عشان تروح لمحطة التحلية. طب احنا يا ريس ملناش نصيب؟ هل احنا يا ريس المساحة الإجمالية في منطقة المغرى قد ايه؟ منطقة المغرى المستصلحة حتى الآن، المستصلحة المساحة المستصلحة مقسمة حتى الآن 271,000 فدان. يعني في فاضل مساحة بسيطة هم هيطرحوها أو زمانهم طرحوها للبيع. تمام. احنا يا ريس ننتج ازاي بمية مالحة؟ سيادة الرئيس السيسي انت ترضلنا ان احنا ننتج بمية مالحة؟ فلوسنا والتكاليف اللي نحطها في الارض تروح؟ ده سعادتك زعلان ان المية 2000، طب ما بالك معاليك لو سعادتك عرفت بالدليل القاطع ان المية ما بين 3000 ل 11000 جزء في المليون في المغرى. كل تجارب الزراعة اللي عملها زمايلنا بتوع الاستلام المبكر الناس اللي استلمت من التفاعلات، لأن الشركة في 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 توقيت معين أجبرتهم إنهم يستلموا من غير طرق ومن غير طريق مرصوف، من غير خدمات. ساعة الجرار مثلا كانوا بيجيبوها ب 400 جنيه ساعة. ساعد يا دوبك تكفي خدام. احنا كنا معاهم في الازمات دي كلها. الازمات دي كلها بعد احنا ما نستحملها المفروض يا ريس يبلنا حصه من الميه المزمع تحليتها من مياه الصرف الزراعي في المشروع، في هذا المشروع العملاق. ليه كمان احنا عايزين من الميه دي يا ريس؟ طب ليه قبل ما نروح ليه نروح للمهندس خالد، وعاوزين لسيادة المستشار اتكلم على موضوعات مهمة جدا فيما يتعلق بالخدمات، سواء الطرق سواء الخدمات، باقي الخدمات اللي انتوا بتحتاجوها من بنية تحتية من طرق الى اخره. عاوزين نتكلم باعتبار ان حضرتك بتزور المغرى وموجود فيها دايما، الوضع دلوقتي في المغرى عامل ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. بخصوص اولا انا برحب بسعادتك وبكل اخواتنا في من ابناء المغرى وطبعا بسياده المستشار، وانا سعيد جدا ان انا معاه حاليا دلوقتي في الاستوديو. ثانيا بخصوص الخدمات الموجوده هناك على ارض الواقع في المغرى، هناك يوجد وحده صحيه تم تسليمها لوزاره الصحه، وتقريبا ازمه كورونا او الوضع اللي في اضطراب البلد حاليا دلوقتي يعني ايه مؤخرهم شويه في ان هم ايه يسلموها، لكن هي خلاص تم تسليمها لوزارة الصحة. تمام. وتم تكيسها، وتم إنشاء محلات تجارية، تم إنشاء مسجد هناك في منطقة الخدمات الأولى. طبعا أنا شايف اللي ما شاء الله يعني بوجود سيادة اللواء يعني موضوع الطرق اتعمل على يعني على 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 بقدم وساق وبسرعة البرق حقيقة، يعني في وجود سيادة اللواء عمرو تم إنشاء طرق فعلية حقيقي تصلح للسير
وتصلح للمشروع بدايه. كانت لفتره فتره من الفترات من اكبر المشاكل. صحيح. لا موضوع يعني كانت اكبر مشاكل بالنسبه لكم طبعا بالنسبه لنا يعني كفتره مشكلتها خدت مننا وقت وضيعت من المشروع نفسه كمان وقت تخبر سعادتك، مع ان دي كانت المفروض تبقى اول خطوه يعني نبدا. لكن تجاوزناها. لا الحمد لله يعني دلوقتي في وجود سياده اللواء عمرو فعلا كلنا بنشكره وكلنا بنحييه وكلنا ان شاء الله باذن الله في المشروع ده هنقف وراه صف واحد مع سياده اللواء حتى نستكمل جميع طلبات المشروع. لان احنا يعني كتعامل اما نيجي نبص المشروع كتعامل زراعي لينا احنا والمشروع، لا المشروع هيبقى فيه طفره كبيره هينقل البلد. احنا بدل ما بنستورد لا هنصدر. سعادتك احنا النهارده اما تديني معلش زي ما قال سياده المستشار دلوقتي في النقطه اللي قالها الميه لصالح الزراعه، لا هتديني طفره ان انا اصدر ما استوردش قمح. انا ليه استورد ما اصدر قمح؟ تقبل سعادتك. شركاتنا من اغراضها انتاج الدواجن والتسمين والاغنام والماعز وال يعني انتم متنوعين مش بس زراعه. متنوعين. اما يبقى في ميه عذبه هنتج تسمين، هنتج ثروه حيوانيه، هنتج اغنام، هنتج دجني. تقبلت سعادتك. السؤال بقى يعني ايه الخدمات اللي لسه متبقيه؟ اعتقد ان كان في اجتماع بين سياده اللواء عمرو ووزير الزراعه وكان في اتفاق انه هيتعمل مركز ارشادي هناك. صحيح. كمان بشوف دايما اعلانات للريف المصري بانه في ندوات ارشاديه للمزارعين في منطقه المغرى. صحيح. ايه اللي لسه كمان انتم محتاجينه من الريف المصري فيما يخص الخدمات؟ تمام. رقم واحد اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو مركز ارشاد. مركز بحوث. اعمل لي كوبي، اعمل لي نموذج وانا اعمل عليه كوبي اشتغل عليه، ابدا اعمل الستارت بتاعي عليه واشتغل. وبالفعل كان في اتفاق يعني تفكر بس حضرتك. ما هو انا مركز البحوث الزراعيه وبين انا محتاج الارشاد والاسترشاد في المنطقه دي عشان ابدا اعمل زيه. لان انا ما عنديش استعداد ان انا ابدا اخسر وارجع ما كملش. تجرب مفيش فوق. لا لا مفيش فرصه تجرب. انت يعني حضرتك بتتكلم في مشروع صغار مزارعين وليس مستثمرين. شباب. يعني كلهم شباب. نفترض ان واحد يعني بالفعل ان سعادتك لما تحط مثلا مبلغ تاخد بالك والمبلغ ده ما يحققش عائد او يكاد يعني لا قدر الله هتقف مكانه. بالظبط كده. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. هو يعمل مركز ارشاد ويعمل مزرعه تجريبيه واحنا نعمل كوبي على نفس الشغل بس يبقى متاكد 100%. يعني حضرتك يعني احنا معلش يعني احنا يعني مع وقتنا وقدراتنا ما تسعناش ان احنا نبقى حقل تجارب نجرب فينا احنا. تقبل سيادتك. فاحنا دي برضو مستنينها وان شاء الله نامل في سيادة اللواء باذن الله في المرحله الجايه ان شاء الله ان هو هيبدا ماشي بينا بخطى سليمه واحنا شايفين الموضوع رؤيتنا ليه ما شاء الله بدات تتحسن وبدا المشروع ان شاء الله يبقى فيه حاجات خدمات تتعمل وبدا ان في حد بيسمع لنا. تقبل سيادتك. فان شاء الله باذن الله يعني نامل في ربنا الخير. نروح تاني لسيادة المستشار. سيادة المستشار حضرتك سبتك عند ليه عاوزين ميه عذبه في المغرى؟ استخدام الميه اللي هي من 3000 ل 11000 اول سنه هتديك انتاج. احنا معانا بعض الفيديوهات بتتكلم برضو او يعني عرض لعمليات الميه واستخراج الميه وحفر الابار. لا مشكله في حفر الابار ولا مشكله في فرض الشبكات في الاراضي، انما المشكله في نوع الميه اللي هتستخدم. ساعتك هيشوف دلوقتي الحديد بعينه ساعتك بالميه بالكل نسبه الصوديوم كلوريد الصوديوم يا فندم. كلوريد الصوديوم عامل ايه فيه؟ بص عامل ايه في الماسور مخليها لونها بني. بص يا فندم المنظر نسبه كلوريد الصوديوم المفروض الميه دي ما تزرعش واذا طبعا. طلعت المجموع الخضري ما تديش انتاج. مش هتنبت. صحيح. مش هتدي اصلا ثمره. لا حتى الزيتون حتى الزيتون حتى النخل يعني البعض بيدعي افتراءا. احنا معانا مداخله اللي بينفع معانا مداخله من الاستاذ محمد من الشرقيه. استاذ محمد السلام عليكم. عليكم السلام اتفضل. طيب معانا الدكتور بهي الدين من القاهره. دكتور بهي ازيك يا فندم؟ اتفضل يا فندم. ده شريك معاه. اهلا وسهلا على كل على ضيوف حضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم اتفضل. دلوقتي يا فندم طبعا بضيف لكلام المستشار هشام عيسوي بالنسبه لملوحه الميه في المنطقه لان انا احد المنتفعين هناك. ملوحه الميه لا تصلح لزراعه اي محاصيل حتى لازم يكون في تحليه للميه. يعني الابار اللي موجوده
الافريج بتاع البي بي ام نسبه الملوحه في البي بي ام بتتكلم في 4500 بي بي ام. مفيش حد بتاع زراعه ينفع يقول ان دوت يشتغل على زراعه يا فندم. طب هو مش ممكن نزرع مش ممكن نزرع محاصيل ممكن تستحمل درجات الملوحه دي؟ ممكن يا فندم تقفل التلفزيون لو سمحت؟ مره واحده. ايوه مع حضرتك. فايه هل في محاصيل في تجارب لزراعه محاصيل تستحمل او تتحمل هذه الدرجه من الملوحه؟ لا يا فندم انا المتحمل للملوحه يعني بنتكلم يستحمل لحد 1500 بي بي ام. تمام يا فندم. احنا بنتكلم يعني لو لكن في تجارب لزراعه الجوجوبا، في تجارب لزراعه فشلت فشلت تماما، فشلت وقلعوها المصريين، بل قلعوها وقلعوها. تطلع قدامي يعني لما تطلع اسمع الدكتور بهاي طبعا لي مجموع خضري تمام حلو، لكن هل بتديني انتاجيه؟ هل بتديني انتاجيه؟ ايه الزراعه اللي كانت على هي دي جوجوبا؟ لا انا بشكر حضرتك جدا دكتور بهاي الدين. معانا الاستاذ مسعد، استاذ مسعد من المنوفيه. استاذ مسعد. سعد ابو جندي. ايوه معاك يا فندم. اتفضل يا فندم. اهلا بحضرتك، انا مسعد ابو جند المحامي من احد المنتفعين بارض المغرب. اهلا بيك، اهلا استاذ مصعب، اتفضل. احنا واخدين، انا واخد ارض المغرب قطعه 90 والقطعه 665. تمام. وسبق ان احنا يعني استلمنا استلام مبكر، وطبعا الشركه حاولت توضح لنا الصوره ورديه. وقالت لنا ان في خدمات وفي مرافق وفي مناطق لوجستيه وفي حاجات كثيره هتتمتعوا بيها في الارض هناك. الا ان هم بعد ما استلمنا الارض لقينا الوضع مختلف تمام. تمام يا فندم، احنا بنناقش ان شاء الله مع سياده المستشار ومع مهندس خالد كل هذه المشكلات. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ مسعد من المنوفيه، اتفضل يا سياده المستشار. سعادتك، في المشروع قايم على اساس لما حصل الطرح، لان شركه تنميه الريف رغم انها شركه استثماريه الا انها تمتلكها الحكومه المصريه في صوره ثلاث، مش استثماريه، هي شركه تنميه الريف المصري، تنميه الريف المصري، قالت ملكيه الارض فيها لهيئه التنميه الزراعيه بقرار جمهوري. ثم دخلت هيئه التنميه الزراعيه في بحصتها من الارض اللي هو الحصه العينيه في مشروع في شركه تنميه الريف. احنا في الاول والاخر بعد استبعاد المسميات اللي احنا قلناها دي، احنا بنتعامل مع الدوله المصريه في صوره الحكومه المصريه اللي بتمتلك شركه تنميه الريف. تمام. لما جت تطرح الارض دي، هي طرحها على اساس انها ارض صالحه للاستزراع وميتها صالحه للزراعه. هل العقد اللي بينكم تعاقد في هذه البنود؟ لا، في بند هم اخفوه، ملوحة التربة وملوحة المياه. وانا قلت لهم كراسة الشروط جزء لا يتجزأ من العقد، ودي حقيقة هم كاتبين هذا الكلام في البند التمت. كراسة الشروط لم تذكر نهائيا نسبة الملوحة في المياه والتربة، انما ذكرت حاجة واحدة، شروط التكوين الشركات اللي هتاخد وسعر الارض ونظام الدفع. وسعر الارض كان 18000 بالبير، ما فيش ارض بدون بير، ده الطرح. وبعدين ضربوا بهذا الطرح عرض الحائط، ووصلت الاسعار اعتقد ل 23000 جنيه النهارده. ما علينا، ونقول نسب التضخم والكلام ده اقتصاديا ما فيش مشكله. تمام. لكن المشكلة الأساسية أن أنا لما دخلت أشتري الأرض داخل شاري أرض من الدولة قمة الضمان أني ما فيهاش ملوحة وأن المية بتاعتها صالحة. الدولة اللي بتبيع في أعظم من الدولة المصرية، في أني كيان ده في مصر أفضل من الحكومة المصرية. إذن الحكومة هنا عملت إيه؟ وقعتني في غبن. أنا عايز أقول اللفظ الجميل المحترم اللي وارد في نصوص القوانين، الغبن. ولاد البلد بيقولوها طريقة تانية لكن ما لناش دعوة بيها دلوقتي. الغبن ده أنت تحت عليا يا دولة.
اديتني ارض ما بتزرعش وميه ما بتطلعش زرع مالحه واخدت فلوسي. وعلشان اخدها حطوا قاعده كانت غريبه الشكل، قبل ما تتعاقد تدفع 5%، وبعدين تاخد تيجي ميعاد التسليم ده للبير تقول لك تعالى ادفع 10%، ولو ما جتش في التوقيت ده اللي احنا محددينه ال5% راحوا عليك مصاريف اداريه. صحيح. وبالنسبه للقطاع اللي خد الاراضي بدون بير ادفع 5%، وادي جواب مدته 6 شهور، ما كانش سنه، 6 شهور احفر البير. دخلنا نحفر بير ما فيش طرق ولا خدمات ولا حاجه خالص، البير اتضرب في 2 و3 في الاسعار عشان المقاول داخل. طب ناخد مدخلتين بس معانا استاذ ابراهيم البحيره. استاذ ابراهيم، ابراهيم فريج، استاذ ابراهيم معانا الحاج جاد من المنوفيه. حاج جاد، السلام عليكم استاذ الشعبان. اتفضل يا فندم. مساء الخير يا استاذ المستشار والضيفه معاك بخير ان شاء الله. اتفضل يا حاج جاد. بالنسبه لموضوع الملوحه في الارض هناك والميه، او اظن الناس كلها عارفه يعني على طريق الغاز كله تقريبا، بالذات غرب الغاز الاملاح بتتراوح ما بين 10 ل 9 ل 8 ل 11، شارع الغاز 3 ونص 4 5، ما فيش اي زراعه بتنجح اصلا خالص. طب حاجه جد، انت من فتره كبيره في المغرى، عاوزين نعرف تجربه حضرتك هناك كانت ازاي؟ تجربه حضرتك هناك. والله احنا عند البحيره شارع الميه احسن شويه، لكن ما فيش مردود يغطي المصروف اللي بندفعه في الارض. تمام، فعلا يعني مش الجدوى الاقتصاديه بتاعتها ضعيفه. قالتنا الديون ما فيش حاجه حصل. بس اتفضل. الناس اللي راحت قاعده هناك دلوقتي وشغالين قدامنا بتوع الكراسات والطرح الاولاني والطرح اللي فيه، احنا شايفين العذاب اللي هم فيه ما بينكوش خالص. يعني يشيلوا الهواء والملح ياكلوا، ما فيش اي ملح، يعني كل يوم نزيف دم 24 ساعه، طب هيعملوا ايه؟ وضع اليد نفس الطريقه. تمام. لا عنده مطارات سماح تنفع، ولو قادر يشتغل، ولا كان عنده طرق. شركه الريف قالوا اصل انت بقالك 4 سنين قاعد هناك، طب ما هو انا قاعد زي القرد هناك مش عارف اتحرك. شكرا ليك يا حاج جاد، ان شاء الله ونزوركم في المورا. معانا كمان الحاج ابراهيم فريج رجع لنا مره ثانيه من البحيره. اتفضل يا حاج ابراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا سلام. الشرف متاخر يا باشا. مساء النور. اتفضل يا حاج ابراهيم، ويا ريت تسمعنا من التليفون لو سمحت. والله سامعك من التليفون وهو ثاني غير عن التلفزيون خالص. طيب ممكن تقفل التلفزيون وتفضل يا فندم. طيب يا باشا لو سمحت تعبان. اتفضل يا فندم. احنا دلوقتي انا راجل من مجموعه الاستشاري المبكر. بقالي 3 سنين كنت بزرع في الارض. تمام. كل ما بزرع حاجه يا باشا الملوحه، انا زرعت بصل لحد 10 30 بصل خسرت فيهم اكثر من 50,000 جنيه. انت ثلاث سنين بتزرع يا حاج ابراهيم وبتحصل مشاكل عندك. بقالي 3 سنين ونص. ثلاث سنين ونص. شكرا جزيلا لك يا حاج ابراهيم. كل سنه بنغرب ب 100,000 و 200,000. شكرا لك يا حاج ابراهيم، وان شاء الله يكون في حل قريبا لازمه المياه. شكرا جزيلا لك. اتفضل سياده المستشار. انا هلتقط من كلمه الدكتور بهي الدين عصام، وده ابننا. واحد وهو مدرس مساعد لعلم الميكروبيولوجي في كليه الزراعه جامعه القاهره. حد متخصص قوي، هو شريك في شركتنا يعني عشان نكون احنا واضحين، لان برنامجك فيه شفافيه جميله وعظيمه. اتفضل يا فندم. الله يخليك. الملوحه دي بتترسب على الجذور مع استمرار، احنا بنسقي يا على يومين يا على 3، يعني كل 3 ايام او كل يومين بالتنقيط، لان احنا ليس لنا وسيله اخرى في الري الحديث الا التنقيط. ليه؟ الشركه زائد انها ضحكت علينا في الميه المالحه والتربه المالحه، مش عارف اقول ايه، مديانا بير واحد. البير الواحد لو انت زرعت، افترض انك هتزرع الزيتون ده، لو فرض ان هو هيمشي يكفي 50 فدان، ثم صرحت ببير اخر هو برضو نفس القصه ما يكفيش غير 50 فدان.
إذن البيرين دول ما يكفوش لان الشجر في الشجر الزيتون في السنه الثالثه وده تبقى لجداول الابحاث اللي جابها لنا الارشاد اللي جم ادونا محاضرات بياخد 60 لتر يومي تحسب ال 60 لتر يومي على ال 50 فدان يا دوبك ضخ البير اللي هو 100 متر ساعه او 120 ساعه وطبعا ده ما بيحصلش البيار اللي هم حفرينها بتجيب 70 و80 متر اقصى حاجه يا دوبك تكفي 50 لما تديني بير كمان ادي 50 يبقى بقيت ال 230 130 فدان ازرعهم باني ميه مع الميه المالحه دي يبقى في فرق 130 فدان مش عارفين هنزرعهم مش بالظبط مش عارف انا هجيب لهم ميه منين مهندس خالد عاوزين نتكلم على تجارب للزراعات هناك اولا انا بطلب من قصه من البرنامج ومن سعادتك للتصعيد الاعلامي ان المشروع ده استكمالا لكلام سياده المستشار هشام بيه العسيوي على اصل كنا طبعا فوق الله يهزم. ان المشروع ده محتاج دراسه من جديد وتكون دراسه اسمها دراسه تسويقيه انا هصرف كام عشان اخد كام جدوى اقتصاديه خاصه بالمشروع قبل ما نعمل اي زراعه وقبل ما نشتغل في اي حاجه لان مفيش حد من المنتفعين اللي هناك سواء كانوا قدامى وضيع اليد او للسلام المبكر بتوعنا اللي هم احنا انتج اي شيء لحد الان كله بيصرف بس العارف يرجع تاني والعارف يكمل بقى امر واقع بالنسبه لنا كلنا فالموضوع محتاج من الدوله طبعا احنا معانا وسام من اوسمه اللي في البلد كلها زي السيد اللي هو عمرو ان يعمل دراسه تسويقيه ولو هيمتد ميه محلاه لو على حسابنا كمنتفعين احنا موافقين ليه لا ليه ما يمتدش ميه محلاه لينا احنا في المغرى احنا مش قله احنا بنتكلم في 270 الف فدان يا ريس ده احنا هناك شباب لو اشتغلوا في المشروع ده كلهم من قمه والله قمه الفكر وقمه الحماس وقمه النشاط ونفسهم ينتجوا نفسهم والله الدافع يجي لهم هم هينتجوا وهيزرعوا وينتجوا ويصدروا ويستوردوا احنا بنخلق افق جديده للبطاله بنشغل عندنا بطاله في الدوله احنا محتاجين المشروع ده اكتر من كل شيء اكتر من اي شيء احنا مش بنضيع الارض عشان نبيعها بشكر حضرتك جدا مهندس خالد اتفضل. كلمه اخيره في دقيقتين من المستشار او دقيقه يعني لان الوقت خلاص انتهى سياده اللواء عمرو سياده رئيس الجمهوريه القائد الاعلى للقوات المسلحه ادينا حصة مية حلوة من اللي رايحة للأرض اللي هتستصلح للقوات المسلحة اللي فوق القوات الجوية احنا والرجال القوات المسلحة التي نعزها ونحبها وبها أبناء الفلاحين المصريين بنقول لمعاليك ادينا مية حلوة حتى لا يفشل مشروعنا وحتى لا يعرض أحد من المشروع للمحاكمة بسبب الشيكات وبسبب الأقساط وبسبب التكلفة المهدرة لزراعات ليس لها جدوى اقتصادية شكرا جزيلا لحضرتك المستشار شكرا مهندس خالد مشاهدينا كمان معنا موضوع مهم جدا وهو موضوع الزراعة الحيوية العالم كله اتجه للأسمدة الحيوية والزراعة الحيوية والنهاردة معنا تجربة جديدة لاستخدام السماد الحيوي في من محافظة المنوفية مدرس علوم نجح على مدار سنتين أو ثلاث سنوات في أنه يعمل تجربة هائلة في محافظة المنوفية في زراعة عدة محاصيل معنا كمان لتوضيح هذه النقاط الدكتور محمد فتحي سالم أستاذ الزراعة الحيوية بجامعة السادات دكتور محمد أهلا بحضرتك يا دكتور عامل إيه؟ دكتور محمد يعني حابين نعرف من حضرتك التفاصيل عن هذه التجربة أو التجارب اللي في محافظة المنوفية بالسماد الحيوي وخلال الفترة اللي فاتت احنا نزلنا كان آخرها للأستاذ ياسر السباعي وهو مدرس علوم وعلى مدار ثلاث سنين عمل تجارب واشتغل بالسماد الحيوي عاوزين نعرف من حضرتك أو تعلق لنا على هذا الموضوع دكتور محمد تعبان بيه اتفضل يا فندم ايوه يا فندم ربنا يخليك بشكرك على التقديم المحترمه
وانت اعلامي وطني ومخلص ومحب للخير للسعيد ومصر كلها. ربنا يخليك يا دكتور. اللي احنا عملناه بنعمله هنا في مصر تعبان بيه، نشر مفاهيم الزراعه العضويه بمعايير عالميه عشان ننقل الناس المزارعين من الخسائر في الزراعه. زي ما حضرتك في المغرب من شويه، الناس تقدر ازاي تعيش في الزراعه وتكسب كويس. بالرغم ان احنا ساعات نتعرض لبعض حالات تشويه ممنهجه، واحنا بنرد عليها قانوني برضه. احنا بنرد عليها قانونا يعني. احنا لا يعني قانون. اتفضل يا فندم. احنا في بلد قانون وبنرد على الناس دي بالقانون، يعني برضه لما قلنا ان احنا عايزين نمشي مع الناس دي بالقانون. بس هنرجع لبيت القصيد دلوقتي الفقره بتاعت النهارده. الاستاذ تباعي عنده تجارب ميدانيه على مدى 3 سنين مع حصيل صيفيه وشتويه، والتقرير هيعرض ومفيش مزارع مش تعبان عايز يضحك على نفسه. صحيح. المزارع ما بيصدق يلاقي نتائج. وبعدين ده 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 مدرس علوم، يعني راجل فاهم علم. أيوة. وعنده امانه راجل علميه. محترم. راجل محترم ومتعلم وفاهم الاساس العلمي اللي احنا شغالين عليه. واحنا بنراهن على النوعيه دي من العملاء، لانه هو بينشر الخير له ولجيرانه. كمان شغال على اختراع، يعني ان شاء الله يكون قريبا يظهر للنور نروح نصوره ليه. طب دكتور محمد، يعني حضرتك قلت كلمة مهمة وهي إن في حملات ممنهجة، إيه السر وراء هذه الحملات؟ ال- 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 الناس اللي شغالين بالأسمدة وبلاد الكيماوية والشعبان لهم مافيا في مصر، وممكن يستدوا بعض ضعاف النفوس. وإحنا ماشيين مع الناس دي قانون الشعبان، يعني غالبا بما فيه تلاقي عندك الأسبوع الجاي عندك بالمستندات حاجات هنرد عليها قانونا للناس دي. واحنا كبرنامج يعني منتظرين هذا الرد، وان شاء الله نعرضه بالتفاصيل. حق رد مكفول لينا وفي الوقت المناسب اللي نختاره، وبمشيئه الله يكون رد حاشم جدا للشعبان، ويخلي الناس دي تندم على اللي عملوه. يعني بس انا بكلمك دي ضعاف النفوس ولينا رد حاسم. بشكر حضرتك جدا دكتور محمد، وان شاء الله الاسبوع المقبل او في الوقت اللي حضراتكم تكونوا جاهزين فيه نكون متاحين للرد. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد فتحي سالم استاذ الزراعه الحيويه. هنطلع نشوف المدرس او استاذ العلوم ياسر السباعي، وهو مدرس وفلاح في نفس الوقت، نجح في عده تجارب بالسماد الحيوي. نطلع نشوفه من محافظه المنوفيه، وتابعونا الخميس المقبل ان شاء الله الثامنه مساء، معكم شعبان بلال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مرة تانية في برنامج من سيزرع المليون. زي ما عودناكم في برنامج من سيزرع المليون، النهاردة معانا نموذج وتجربة جديدة للزراعة الحيوية، الزراعة الأورجانيك النظيفة. النهاردة معانا نموذج من محافظة المنوفية للدكتور محمد فتحي سالم، اللي ليه نماذج كتير في مختلف المحافظات. النهاردة معانا الأستاذ ياسر السباعي، وهو من مزارعين محافظة المنوفية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك. يعني عاوزين نعرف من حضرتك تجربة حضرتك مع السماد الحيوي والمحاصيل اللي بتزرعها بالسماد الحيوي. تمام. احنا هنا بنركز على المحاصيل أكتر من الخضروات. السماد الحيوي أنا جربته لأني يعني اتضح لي في الفترة الأخيرة إن التربة بتاعتنا في محافظة المنوفية تربة إلى حد ما قلوية. السماد اللي احنا بنصرفه من الجامعات الزراعيه مش مقضي الغرض كله، لدرجه ان احنا لما بنعمل تحليل للتربه بنلاقي السماد غير مطابق، يعني مش هو المطلوب له، مش هو المناسب له. فتعرفت على الدكتور محمد عن طريق الاستاذ محمد صديق ليا. تمام. تعرفت عليه فعرض عليا فكره السماد الحيوي من سنتين، جربت تمام ما شاء الله. استغنيت في اول، جربت في مساحه صغيره، بعد كده استغنيت تقريبا عن السماد الكيماوي ككل. الفكره بتاعته طبعا الدكتور محمد مشكورا شرح لنا، عشان احنا لازم نفهم، لان احنا المفروض نفهم الناس اللي حوالينا، الناس بتسال. الفكره بتاعته ان هو بيشتغل على المواد الحيويه اللي في التربه نفسها، يعني هو محتاج ماده عضويه سليمه اللي احنا بنسميها السماد البلدي بالطرق العاديه خالص اللي انا بحطه بطبيعي قبل كده اصلا. السماد الحيوي بيشتغل على المواد العضويه وبيحولها لمواد جاهزه لامتصاصها، النبات بيمتصها جاهزه ليه. من مميزات السماد الحيوي ان انا ما عنديش اي مواد كيميائيه في الثمره نفسها. يعني حضرتك لو بحثت للثمره، حللت الثمره، ما تلاقيش فيها اي مواد كيميائيه، حتى الثمره نفسها طعمها حلو. ده بالنسبه للثمره لو كانت خضار. بالنسبه لو كانت محاصيل بقى زي البرسيم او القمح او الفاصوليا، لا، الانتاج فرق معايا كتير. الارض الملوحه بتاعتها اتغيرت،
النبات نفسه شكله متغير، العمر بتاع النبات كمان فرق، ما بقاش ياخد وقت كتير، حتى النبات نفسه بقى بيستحمل الميه حتى لو زادت عليه، يعني حتى انا لو زودت الميه عليه يلاقي النبات ما بيتاثرش، بيستحمل. دي نقطه. النقطه الثانيه ان السماد الحيوي كمان اتضح لي حاجه، ان هو مش بيشتغل دلوقتي ويقف، ده هو بمجرد ما انا بضيفه للتربه هو بقى موجود فيها. هي كل يعني المطلوب من اللي هيبدا، يعني انا لو انا هبدا لسه جديد ان انا همشي بجدول هو هيديهولي، هركز شويه، هصرف شويه صغيرين كده في الاول، هو ما برضه هيبقى اقل من السماد الكيماوي، وبعد كده هتلاقي الدنيا ابسط بكتير وافضل. خدت بال حضرتك؟ ده بالنسبه. وبعدين السماد الحيوي المفروض ان هو تطور طبيعي وتكنولوجي، واحنا عارفين دلوقتي ان صادرات مصر للفواكه والزراعيه مش يعني المفروض انها بتعمل عليها ابحاث، وبالتالي السماد الثمار الاورجانيك اكيد له افضليه في السوق. طب احنا هنتكلم على المحصول، انت بتزرع كم محصول بالسماد الحيوي ومن امتى بالظبط؟ يعني زرعت كم موسم وتجاربك معاه كانت ايه؟ تمام. انا تجاربي معاه من سنتين اتنين، جربت في البرسيم، الدكتور محمد فتحي قال لي، اداني جدول قال لي هنحط على البذره نفسها كميه معينه، اديها لي دي المفروض ان انا نقعت فيها بذره، يعني نقعت فيها بذره البرسيم، وبعد كده ما حطيتش اي كيماوي خالص نهائيا، اي مواد كيميائيه ثانيه في الارض ما فيش. في كل ريه كنت بحط بمعدل جيركن في اول ريه، جيركنين اتنين، يعني حوالي 40 لتر للفدان هو كان بيديهم لي في الريه الاولى، في الريه الثانيه قليل شويه، في الريه الثالثه قليل شويه. فرق معايا البرسيم، كنت بحش في الـ في الـ في الـ في الموسم خمس حشات، لا انا حشيت ست، والسبعه كانت ممكن تيجي لو انا طولت بالي شويه، فالفتره بين الحشه والحشه قلت. بالاضافه الـ 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 مش عايز اقول لحضرتك كمان، هو كمان فرق معايا في اللبن بتاع المواشي اللي بتاكله، طعمه اتغير. كان عندنا البرسيم دايما بيعمل لنا نقص فسفور في في البهايم الحلبه، دايما بيحصل فيها نقص فسفور في الفتره بتاعت فبنضطر نعوض بعلف تاني. لا من ساعه ما استخدمت السماد الحيوي ما اضطرتش لحاجه، يعني لا مفيش نقص، الدنيا تمام الحمد لله. جربت بالنسبه احنا يعني موسم الفاصوليا لسه خلص، انتاجه مقارنه بالانتاج العادي بالنسبه لك؟ لا ما شاء الله عليه، حاجه كويسه جدا. يا ريت حضرتك جيت البارح، محصول زي الفل، يعني هو انا معدي دلوقتي عن الناس العاديه 7 8 كيلو للقراط تمام، حاجه حلوه خالص في العروه دي، في العروه الصيفي بيبقى افضل من كده ان شاء الله بامر الله بدون مقاطعه، يعني ان شاء الله. زرع اي تاني غير البرسيم وغير الفاصوليا؟ بنزرع احنا هنا في المنطقه اللي حضرتك فيها دلوقتي دي، بنركز فيها قوي على المحاصيل مش الخضروات. فاحنا هنا بنزرع ذره صيفي، بنزرع لوبيا، زرعت اللوبيا اورجانيك ما شاء الله عليها، حتى الناس اللي اشترت منها وطهتها واستعملتها في الاكل حست بالفرق، لدرجة ان احنا بدأ يبقى فيه معانا تعاقدات مسبقة، بس بشرط انها تكون اورجانيك. بيشترط انها تكون بيشترط يعني الناس اللي جربت بدأت الناس تفهم يعني ايه الثمار ويعني ايه اكل بدون مواد كيميائية، فبدأت الناس تفهم، فطعمها متغير، الحباية سليمة جميلة طعمها حلو في الاكل، كل الثمار طعمها متغير، الذرة كذلك. السماد الحيوي اكيد يعني هو شغال على كل النباتات، فهو بيدي نتيجه كويسه. احنا طب انت بالنسبه لنصايحك، نصايحك بقى للمزارعين بصوره عامه في محافظه المنوفيه، بتنصحهم بايه؟ انا انصح المزارع في محافظه المنوفيه، يعني بعد اذن حضرته، معظم التربه في محافظه المنوفيه معروفه انها قلويه، وبلاش نستخدم كلنا كل سماد واحد في كل يعني حتى لو هيمشي بالسماد الكيماوي، معلش بقى يا ريت بعد يعني كل فتره يعمل تحليل التربه بتاعته ويشوف السماد المناسب لها ايه، وهو لو ريح دماغه من ده كله واستخدم السماد الحيوي مش هيحتاج لكل حاجه من الحاجات دي، وفي حين ان هو كمان لو حسبها ماديا برضه هيلاقي السماد الحيوي في الاول، هيبقى احيانا في الاول كده هيبقى مضاهي تكلفه السماد الكيماوي، بس بعد سنه واحده بس من استخدام السماد الحيوي لا هيلاقي الدنيا تفرق معاك كتير. في تخوف كبير من المزارعين انهم يقبلوا على اي خطوه جديده، يعني فانت كمزارع ازاي اقبلت على خطوه انك انت تستخدم السماد الحيوي وكمان مش موسم واحد اكتر من موسم؟ انا اقبلت عليه وفهمته، لان انا بطبعي انا مدرس علوم، فببقى فاهم الكلام ده، بدرس العيال يعني ايه الدبال ويعني ايه الارض الكلويه ويعني ايه الارض الحمضيه ويعني ايه عضوي ويعني ايه كيميائي،
وكلنا طبعا عارفين حضرتك ان احنا محافظه المنوفيه من المحافظات اللي فيها نسبه عاليه من الفشل الكلوي فيما سبق، يعني نتيجه لانتشار المواد الكيميائيه وخصوصا المواد اللي بتترش دلوقتي اللي بنستخدمها على في صوره سماد ورقي بترش. انما السماد فاحنا بدانا نفكر ازاي نقدر نتغلب على يعني بعيد عن جشع محلات السماد الغير مرخص او محلات الادويه اللي احنا مش عارفين مصدرها ايه بالظبط. فقلنا الماده الحيويه لو شغلتني ايه المشكله، فاتضح انها شغلتني وغنتني تمام، يعني مش محتاجه حاجه ان شاء الله. تمام، بشكر حضرتك جدا استاذ ياسر، شكرا جزيلا لحضرتك. وانا سعيد ان كمان حضرتك مدرس وعلوم، يعني دي شهاده الناس مفروض تثق في كلام حضرتك وان حضرتك دارس وكمان مجرب. انا بقول لاي فلاح صديق زميل قريب بيسمعنا دلوقتي وشايفنا، انت مش هتخسر حاجه، جرب. هو كل الفكره بكل بساطه هو هشرح لك، يعني انت بمجرد ما هتيجي تقول انا عايز اشتغل حيوي اللي هيدي لك هشرح لك هتستعمله ازاي. هو كل شروطه ان احنا معلش مش هنستخدم معاه كيماوي خالص، لان هو هيشتغل حيوي يعني هو بيشغل الماده العضويه اللي في الارض، فبلاش نحط عليها ماده كيميائيه تعطلها. فاحنا هنركن السماد الكيماوي خالص، هنحط السماد البلدي بتاعنا تمام، يكون متحلل ومظبوط، يعني يكون المفروض يكون مركون اكتر من 6 شهور على الارض مكمور بره متحلل جاهز، وبعدين يبتدي يستعمل السماد الحيوي النوفا بلس ان شاء الله بالجدول اللي الدكتور هيديه له ويشوف الفرق. هو مش هيخسر حاجه، جرب مره نشوف الفرق ان شاء الله. بشكر حضرتك جدا ان شاء الله. اهلا شاكرين يا باشمهندس، شكرا جزيلا. مشاهدينا يعني شفنا المدرس او الاستاذ ياسر وهو مدرس لغه مهمه جدا وهي او ماده مهمه جدا وهي ماده العلوم، وكمان مزارع يعني دارس ومزارع وجرب السماد الحيوي وشفنا الفرق في التكلفه وشفنا الفرق في الانتاج. نتمنى يعني نتوسع في الزراعه الحيويه خلال الفتره الجايه، مش بس مكسب لا كمان صحه. شكرا جزيلا لكم، معكم شعبان بلال، برنامج من سيزرع مليون، تابعونا كل خميس 8 مساء. أحلى شباب في الكون، مصر هتزرع كذا مليون، هنصمم عالحلم ونوصل، وطريقنا اللي ابتدى راح يكمل بالصبر يا